حازم بيه؟ ساعة مش عارفين تمسكوا العيال دي؟ في ايه يا ابني؟ هو اتضرب عليها مرة أول ما قربنا من الحارة، الإرهابيين اتحصنوا بمكان الخلية. مش بعت لكم على الإخبارية إن في عيل وسط الإرهابيين من أهل المنطقة؟ يبقى أكيد في حد مزروع على أول الشارع بيحذرهم لو حد قرب. هات يا ابني السديري. تعمل إيه يا سيادة العميد؟ وإيه اللي أعمل إيه؟ اللي حضر العفريت هو اللي يصرفه. هات يا ابني. هو مين ده؟ العميد حازم صقر، أمن وطن. أيوه يعني هيعمل إيه؟ هيخش يخلص. يا البوكس ما قلتش حاجه. يلا